ноль, три, vibrations, طبعا الستراكشر اللي احنا هنشتغل عليه اللي هو السنجل ديجري فريدم اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. تمام؟ السنجل ديجري فريدم بالنسبه لنا دلوقتي ما هوش مش صعب لان احنا فيه خدنا امثله كتير المحاضره اللي فاتت وقدرنا مع بعض ان احنا نحولها الى ايه؟ الى سنجل ديجري فريدم موديل. فاصبح السنجل ديجري فريدم موديل بالنسبه لنا اصبح ايه؟ سهل وعارفين ازاي ممكن اكونه لاي ستراكشر موجود عندي. تمام؟ عاوز بقى اشوف الاهتزاز الحر او خاصيه الاهتزاز الحر اللي ممكن يحصل للسنجل ديجري فريدم اللي موجود عندي. فاول حاجه عاوز اعرفها يعني ايه اهتزاز حر. بلاش اهتزاز حر، ايه فايبريشن الاول؟ يعني ايه فايبريشن؟ يعني اهتزاز. يعني ايه اهتزاز؟ يعني ايه المنشا بتاعي يحصل له اهتزاز؟ او السنجل ديجري فريدم بتاعي ده يحصل له اهتزاز؟ نفس ان الكتله بتاعتي تعدى على نفس النقطه من الشمال او يعني انا لو خدت قست كده اليو واليو دوت واليو دبل دوت قستها من المكان ده كده بحيث ده اتجاه الموجه بتاعها والعكس اتجاه السالب الفايبريشن لما يحصل فايبريشن للسيستم ده هيحصل له ايه؟ يتحرك يمين وشمال مثلا؟ يتحرك يمين وشمال اذا الماس دي تمام؟ هتبدا تتهز، يعني ايه تتهز؟ يعني ممكن تمشي شويه من الزمن او زمن ما ثانيه ثانيتين وتلاقي عماله تحصل لها ديسبيسمنت يمين وبعد كده ترجع تتحرك شمال شويه وبعدين ترجع يمين وبعدين شمال وبعدين يمين وبعدين شمال ده اسمه اهتزاز مش حركه هي نوع من الحركه ممكن نسميها حركه اهتزازيه. مفهومنا احنا للحركه دايما انك انت بتتحرك في اتجاه ثابت معين دي بنسميها احنا دايما حتى ممكن نقول عليها مونوتونيك موشن او مونوتونيك ديسبيسمنت انك انت بتتحرك في اتجاه ايه؟ ثابت ولكن ان انت يبقى عندك فايبريشن او سايكليك موشن لو قلت لك سايكليك موشن او قلت لك فايبريشن بيبقى مفهوم اوتوماتيكلي ان الحركه ايه؟ حركه تردديه سالب وموجب سالب وموجب سالب وموجب وهكذا ده الفايبريشن. طب يعني ايه اندام سوري فري فايبريشن يعني ايه؟ فري بقى كلمه فري. مش وقف الطاقه مثلا؟ فري يعني الفورس بصفر، مفيش فورس. مفيش فورس. مفيش بي اوف تي، بي اوف تي بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى معنى كلمه فري ان الفورس نفسها البي اوف تي بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، يعني الاهتزاز ده بيحصل في عدم وجود فورسز خالص على الاستراكشر بتاعك. طب ازاي الكلام ده؟ ممكن الاستراكشر يتهز وما عليهوش فورسز؟ زلازل؟ لا ما فيش فورسز خالص، لا في زلازل ولا فورس ولا اي حاجه خالص والاستراكشر بيتهز. تأثير الجاذبيه؟ السي جي ده ممكن يحصل عن طريق ان انا ادي للاستراكشر بتاعي انيشال ديسبيسمنت او انيشال فلوستي. يعني ايه؟ initial displacement يعني امسك المنشا بتاعي ده اشد له سنتي مثلا ناحيه اليمين كده واسيبه. هو مفيش فورسز بس انا اديت الاستراكشر ايه؟ initial ايه؟ displacement سنتي. ايه اللي هيحصل للاستراكشر ده بقى بتاعي؟ هيحصل له الفايبريشن. يبقى ممكن يحصل الفايبريشن في حاله عدم وجود ايه؟ فورسز مؤثره على الاستراكشر بتاعي. وده هيكون بسبب وجود initial displacement او initial velocity. ازاي اقدر اشد المنشا؟ والله هو انت الشده دي ممكن تبقى جايه نتيجه حمل يعني ممكن يحصل زلزال يخلي المبنى ايه؟ يتحرك الزلزال وقف. بس المبنى لسه بيتحرك. بس المبنى لسه بيتحرك يبقى المبنى بيتحرك ازاي وهو اساسا ما فيش زلزال؟ في فايبريشن. طب بيتحرك ازاي اذا كانش فيه فورس ولا زلزال؟ لان في انيشال لما الزلزال خلص كان المبنى ليه ديسبيسمنت وكان ليه فيلوستي. فالزلزال وقف لكن الفيلوستي اللي كانت موجوده والديسبيسمنت اللي كانت موجوده خلت فيه استمراريه ان المبنى ايه يستمر في الايه؟ في الحركه. تمام ولا مش تمام؟ يبقى اذا الفري فايبريشن او الحركه الحره اللي من غير فورسز ممكن تحصل عن طريق ان انا ادي للسيستم بتاعي انيشال ايه؟ ديسبيسمنت اشد سنتي يمين
او اضغط سنتي شمال واسيب الاستراكشر. الاستراكشر هيتهز نتيجه الانيشال ايه فيلوستي او الانيشال ديسبيسمنت اللي انا ايه عطتها. طب الانيشال فيلوستي مش الضغطه دي مثلا فورس ولا لا؟ ما هي فورس حصلت قبل الحركه. فورس وضغط الحركه بتسجل من امتى؟ من ساعه ما بتشيل الفورس تبدا تسجل الحركه، تبدا تحل المساله بتاعتك. هما مثلا لو هي مثلا الفورس مثلا بتتحرك وورده، هي اللي بيسبب لك الانيشال بالمفهوم اللي انا بشرحه ده. اللي بيسبب الانيشال ديسبيسمنت واللي بيسبب الانيشال فيلوستي هي فورسز. بس فورسز غير مستمره مع الاستراكشر. تاني فيها استمراريه وانس ان الحركه بدات الفورس غير موجوده، لان انا بشيل، انا لسه ما الحركه ما بداتش. اول ما بسيب الفورس يبدا تسجل الحركه بتاعتك وتدرس الحركه بتاعتك. اثناء دراستك للحركه مفيش فورسز موجوده عندك، بس كان في انيشال ايه؟ انيشال ديسبيسمنت. او لو جبت مطرقه مثلا ولا حاجه خابط الاستراكشر ده خبطه معينه، الخبطه دي هتعمل ايه في الاستراكشر؟ ديسبيسمنت بصفر. بس انا خبطت الايه بالمطرقه اللي معايا، خبطت الاستراكشر بتاعي خبطه جامده. الخبطه دي هتعمل ايه في الاستراكشر؟ بقوانين نيوتن هتدي ايه؟ هتدي فيلوستي، صح ولا مش صح؟ تدي كميه حركه، هتدي فيلوستي. الانيشال فيلوستي ده سواء لليمين او سواء للشمال ممكن هي تبقى المسبب الاساسي للايه؟ للفايبريشن اللي هيحصل في الاستراكشر بتاعك. ممكن يحصل انهيار بعد الكتب الاتزانات دي؟ لا، احنا بقى بنشتغل شغل الداينامكس اللي احنا بناخده دلوقتي في مرحله الاندر جراد كله على لينير سيستم. لينير سيستمز يعني ايه؟ يعني العلاقه بين الفورس والديسبيسمنت علاقه ايه؟ خطيه. العلاقه بين الفورس والديسبيسمنت علاقه خطيه. يبقى احنا هنا ما بندرسش الانهيارات ولا لنا دعوه بالانيراسيستي والدمج سيزميك دامج والكلام ده كله مالناش دعوه بيه. احنا دراستنا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي خاصه باللينير سيستمز اللي العلاقه بين الفورس والسبيس بتاعتها علاقه خطيه. تمام يا جماعه مش تمام؟ يبقى احنا عرفنا يعني ايه فايبريشن، بقينا ناس بتوع دايناميك بقى فهمنا يعني ايه فايبريشن، فهمنا يعني ايه فري فايبريشن. تمام؟ طب اندامبت فري فايبريشن يعني اندمج بقى، يعني ايه اندمج؟ مفيش نظام احماد. مفيش نظام احماد. مفيش دمج. يعني السيب كام؟ زيرو. يعني حتى الدمبر اللي انا كنت برسمه دايما كده مش موجود دلوقتي. مفيش دمج. فانا هدرس حاله وجود ان مفيش دمج. هل حاله عدم وجود الدمج هل دي حالة طبيعية معتادة ولا غير طبيعية وغير معتادة؟ غير طبيعية. غير طبيعية وغير معتادة. مفيش استراكشر في الدنيا هيحصل له اهتزاز أو هيحصل له حركة ديناميكية بدون وجود دم، لازما هيكون موجود دم. طب ليه احنا بندرس حالة عدم وجود الدم؟ طالما في الطبيعة دي مش موجود، مستحيل تحصل في الطبيعة. عشان ما تكونش دي ورست كيس مثلا. فور ذا سيك اوف ايه؟ ستادي. فور ذا سيك ان احنا نفهم الموضوع ستيب باي ستيب. تمام؟ نفهم الاول في عدم وجود دم هيحصل ايه، بس ده نظري لان ده غير حقيقي غير طبيعي غير محتمل انه يحصل. بعد لما نفهم وندرس كيس اللي هي عدم وجود الدم نبقى نحط الايه؟ الدم ونشوف الوضع الطبيعي بقى الحقيقي هيبقى شكله. تمام؟ يبقى احنا بندرسها كريفرنس بس بنبقى واخدين بالنا وحاطين في اعتبارنا ان دي كيس صعبه اللي انها ايه تحصل في الطبيعه. يبقى خلاص، يبقى احنا العنوان كده كله ايه كله فهمناه. دكتور معلش ممكن بس تقول يعني ايه فري فايبريشن؟ ما احنا قلنا فري فايبريشن. فري يعني ايه يا جماعه؟ البي اوف تي بتساوي كام؟ فايبريشن يعني ايه يا جماعه؟ لسه داخل ولا ايه؟ طب انا مالي مالي متاخر بقى بسال. فايبريشن يعني اهتزاز رايح جاي شمال يمين سالب موجب. وفري يعني البي اوف تي بتساوي صفر. واندامبد يعني مفيش دامج. تمام؟
عظيم. طيب نبدأ نشوفه الاهتزاز هيحصل ازاي. نبدأ بالرسم الأول وبعدين المعادلات. بالرسم هرسم علاقة بين التايم وبين الديسبليسمنت. بين التايم وبين الديسبليسمنت. طب هقيس الديسبليسمنت منين؟ من عامل اهو الايه؟ محور بتاع او نقطة القياس اهي. يمين النقطة دي اليوب موجب، شمال النقطة دي اليوب ايه؟ بسالب. الحركة الاهتزازية بتاعتي هتاخد الشكل اللي هو قدامي ده. اللي هو بيقول ده محور الزمن. وده الديسبليسمنت. الديسبليسمنت بتبدأ بصفر بتتحرك يمين لحد ما توصل لقمة عظمى. تمام؟ وبعد كده الديسبليسمنت تبدأ تقل لحد ما توصل لإيه؟ للصفر تاني. وبعد كده تتحرك بالسالب لحد ما توصل لأقصى نقطة على الشمال. وبعد كده تبدأ تقل لحد ما توصل للصفر تاني، وهكذا الحركة اللي هي التعاضدية اللي موجودة قدامي. أو ممكن الحركة بتاعتي تبقى كده. دي تي ودي اليو. أو ممكن الحركة بتاعتي تبقى كده. واحد ممكن يقول لي كده ايه الفرق بين الثلاث حركات دول؟ ممكن في الاول خالص على اليمين دوت ان هو بدا من عند المحور بتاعه وابتدى يتحرك. اول واحده لو احنا قلنا دي واحد عشان يبقى اثنين ثلاثه. ثلاثه دكتور يو المحور واي ولا بي؟ المحور الراسي يبقى اسي يو يو كله محور راسي يو اسبريس. اول واحده ابتدى من عند محور التناسب بتاعه مثلا وابتدى يتحرك يمين وشمال، تاني واحد ان هو ابتدى بعد المفروض اللي بدأ. حد تاني يقدر يميز لي بين الثلاث نماذج اللي هم على السبورة دول الفرق بينهم؟ أول واحدة ابتدت دراسة ساعة ما الكتلة كانت مثلا في مكان معين، تاني واحدة ابتدت دراسة بعد ما حركتها. ماشي بس لسه ما وصلتش اللي احنا عاوزينه. حد عنده أي تفسير للفرق بين الثلاث نماذج اللي هم موجودين قدامي؟ الله ينور عليك. الانيشال كونديشنز مختلفه بين الثلاثه. تمام الله ينور. الانيشال كونديشنز بتاعه الثلاث حالات مختلفه. الاولانيه الانيشال كونديشنز بتاعتها ايه؟ بدل عن الزين ايوه. يعني لو قلت هنا الانيشال ديسبليسمنت سميتها يو اوف زيرو بتساوي كام؟ يو اوف زيرو زيرو. طب يو دوت اوف زيرو بتساوي كام؟ يو اوف زيرو اللي هي ايه يا جماعه؟ الانيشال ايه؟ ديسبليسمنت. واليو دوت اوف زيرو اللي هي ايه؟ الانيشال ايه؟ فيلوستي. طب الكيس الاولانيه دي فيرست كيس تحت الانيشال ديسبليسمنت فعلا بصفر، مفيش انيشال ديسبليسمنت، الاستراكشر بادئ من زيرو ديسبليسمنت، لكن الانيشال فيلوستي بكام؟ دي واي دي على دي تي. ممكن نمثلها ازاي على الرسم ده؟ الميل الميل اللي هو الانيشال ده الانيشال ستوب ده يبقى دي يو دوت اوف زيرو. يبقى اذا الفيرست كيس كاركترستكس بتاعتها هي ان الانيشال ديسبليسمنت بزيرو والانيشال فيلوستي لها قيمه اللي هي مرسومه قدامك على الرسم. طيب اللي فات منه الكيس الاولاني يخش على الكيس الثاني. ايه الكاركترستكس بتاع الكيس الثاني اللي هي ريليتد للانيشال كونديشنز؟ باشمهندس اللي قال ايه اخبار الانيشال كونديشنز في الكيس الثاني؟ الايه؟ الانزاحه عند الزمن زيرو اقصى حاجه اقصى قيمه.
يبقى اذا اليو اوف زيرو بتساوي قيمه اللي هي هني اللي هي قيمه هني. صح كده ولا صح؟ طيب واليو دوت اوف زيرو اللي نشال فيلوستي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. ايه السبب انها بتساوي صفر؟ ان المماس ايه؟ المماس بتاعه الميت بتاعه بصفر. يبقى اذا الفرق بين الفيرست كيس والسكند كيس ان في الفيرست كيس الانيشال فيلوستي لها قيمه الانيشال ديسبيسمنت بصفر، الكيس الثانيه الانيشال ديسبيسمنت لها قيمه والانيشال فيلوستي لها ايه؟ بتساوي صفر. تمام؟ طب الكيس الثالثه ليش؟ الاثنين لهم قيمه. طيب نمثلهم كده. تمام كده يا جماعه؟ يبقى اذا الاهتزاز بتاعي مرسوم قدامك في الشكل ليه 3 كيسز. الكيس الاولانيه انيشال ديسبيسمنت بزيرو، انيشال فيلوستي بقيمه، الكيس الثانيه انيشال فيلوستي بقيمه، انيشال ديسبيسمنت بزيرو، الكيس الثالثه انيشال فيلوستي لها قيمه وانيشال ديسبيسمنت لها قيمه. تمام؟ طيب شكل المنحنى ده اللي قدامك على السبوره يفكرك بأهل دالة من الدوال اللي انت درستها في الرياضة قبل كده. الأولانية الساين والثانية كوزاين. تمام. دي بنسميها هرمونيك موشن. موشن أو الاهتزاز اللي بيبقى واخد شكل الساين أو شكل الكوزاين بنطلق عليه مصطلح إن ده هرمونيك إيه؟ هرمونيك فايبريشن أو هرمونيك موشن. حركة اهتزازية هرمونيك. انها واخده هتاخد داله الساين او داله الايه؟ او داله الكوزاين. تمام؟ تمام. طيب عاوزين نطبق الكلام ده للمعادلات. خدنا الرسم على السبوره، عاوزين في صوره ايه؟ في صوره معادله. في صوره معادله المعادله الاتزان بتاعتي هنا هتبقى ال في اليو دبل دوت زائد الكي في اليو بتساوي صفر. دي معادله الاتزان الديناميكي للسيستم اللي هو ما فيهوش دامبنج. تمام؟ والفورس بتاعته ايه؟ بتساوي كام؟ بتساوي صفر. الام في اليو دبل دوت زائد الكي في اليو بتساوي صفر. الكيس الثانيه تمام؟ يعني الكيس ديت بدات كده ولا هي اكيد كان ليها الاول؟ لا بدأ كده. ما هي بدأ كده يعني يعني انا زي ما قلت كده ان انا عندي مطرقه مثلا كده وبتخابط اول المطرقه بتاعتي ما لمست الاستراكشر جيت بدا الايه حركه تسجيل الحركه بتاعتي. لان هو اوريدي الاستراكشر ما كانش اتحرك. يعني اول هي المطرقه بتاعتي خبطت في الاستراكشر. تمام؟ المطرقه بتاعتي وقفت هنا بالظبط. تمام؟ الاستراكشر بتاع نتيجة الخبطة اللي خدتها تكونت فيه سرعة. تمام؟ فبدأ يتحرك ناحية الشمال. فساب انفصل تماما عن الايه؟ عن المطرقة. صح ولا مش صح؟ يعني انفصل عنها تماما، يبقى أنا سجلت الحركة بتاعتي أول الاستراكشر بتاعي ما انفصل عن الايه؟ أول ما بدأ على بعد مايكرو مليمتر من الايه؟ من المطرقة بتاعتي. بدأ تسجل الحركة، يبقى إذا الديسبيسمنت بصفر. لكن السرعة ما هياش إيه؟ ما هياش بصفر. يعني سرعته دي اكتسبها مثلا خدها من الخبطة. من الخبطة. اكتسبها من الخبطة. بس الخبطة مش ماشية مع الاستراكشر، يعني أنا لما بخبط خلاص انفصل هو. تمام؟ لما بخبط المطرقة بتاعتي ما بتمشيش مع الاستراكشر شوية سنت ولا لا. أنا عامل المطرقة بتاعتي لها امتداد كده وعامل حاجز
عند نقطه الصفر بحيث ان المطرقه بتخبط الاستراكشر وما تقدرش تتحرك بعد الايه بعد الزيرو ديسبيسمنت، ما تقدرش تتحرك خالص شمال نهائي بتقف. فاذا الاستراكشر في الحاله ده هي بدا من زيرو ديسبيسمنت بس اتحرك نتيجه الايه الفيلوستي اللي خدتها منين من الخبطه اللي انا خبطتها له. بس تمام ولا مش تمام؟ بس الكيس الثانيه مش بادئه من زيرو ديسبيسمنت، هي بادئه من ديسبيسمنت يعني كان في اوريدي قبل كده اتحرك. انت بتتكلم على الكيس دي اللي انا بتكلم على دي اللي هي زيرو اللي هي انيشال فيلوستي. هنا انا بادئ بقى انيشال ديسبيسمنت ازاي؟ ان انا شديت بالراحه كده على مهل خالص فورس معينه بتشادد الاستراكشر ده هو يمين بانيشال ديسبيسمنت معين سنتي 2 سنتي 3 سنتي 4 سنتي وبعد كده جيت سايب الايه الاستراكشر. اذا انا ما اديتلوش انيشال فيلوستي ولكن انا اديته انيشال ايه ديسبيسمنت. بيزد على كده الاستراكشر هيبدا ايه يهتز ويكمل الاهتزاز بتاعه. لو مش فاهمين عيد تاني الكيس الاولانيه اللي هي انيشال باب الحركه سببها حدوث انيشال فيلوستي للاستراكشر بتاعي، الكيس الثانيه دي سببها حدوث انيشال ديسبيسمنت في الاستراكشر بتاعي، الكيس الثالثه في انيشال ديسبيسمنت وانيشال فيلوستي حصلوا مع بعض وسببوا الحركه الاهتزازيه بتاعه الاستراكشر بتاعي. زي ما اتفقنا الديسبيسمنت بتيجي ان انا بشد الاستراكشر ده يمين او بضغطه شمال وبسيبه فيبدا يتهز بيزد على الانيشال ديسبيسمنت اللي انا عطيتها له. الانيشال فيلوستي بتيجي ازاي؟ بتيجي ان انا بخبط الاستراكشر بتاعي بمطرقه مثلا او بحاجه خبطه قويه، بس اهم حاجه ان انت المطرقه اللي انت بتخبط فيها ما تتعداش صفر الزيرو محور الزيرو ديسبيسمنت او الخط بتاع الزيرو ديسبيسمنت عن طريق اي تجهيزات انت ممكن تعملها عادي. ممكن اخبط بس بلحم في المطرقه بتاعتي بزوايد كده بحس الزوايد دي وعامل هنا حواجز بحيث المطرقه ما تعديش الايه ما تعديش المكان ده. يبقى الاستراكشر لما هيتحرك شمال نتيجه الخبطه هيتحرك نتيجه ايه؟ انيشال ديسبيسمنت ولا انيشال فيلوستي؟ انيشال فيلوستي اللي هو خدها منين الانيشال فيلوستي دي؟ من الخبطه اللي انا ايه اللي انا خبطتها. تمام كده؟ هو بالنسبه للحاله الثانيه هو خلاص اخد الانيشال ديسبيسمنت هو السرعه بقى الفيلوستي انيشال فيلوستي هياخدها مثلا من القوة اللي بتسحبه من السبرينج ولا من السبرينج؟ الانيشال فيلوستي بصفر. اه بصفر. بصفر لان الميل مماس افق. معايا ولا مش معايا؟ اه يبقى الكيس الثانية الانيشال فيلوستي بصفر. اكمل ولا؟ كملنا دخلنا على المعادلة قلنا نتكلم بقى معادلات. فدخلنا على معادله الاتزان الديناميكي فلقينا الماس في الاكسلريشن الام في اليو دبل دوت زائد الكي في اليو هتساوي صفر. المعادله دي انتوا اوريدي خدتوها في الرياضه اسمها معادله تفاضليه. والدرجه الكام؟ الثانيه. ليه؟ لان الديسبيسمنت فيها تفاضل في الدرجه الثانيه مع الايه؟ مع الزمن. يعني ممكن المعادله دي تتكتب بالصوره اللي هي الدلتا 2 يو باي دلتا تي سكوير في الام زائد الكي في اليو بتساوي صفر. تمام؟ المعادله دهيت تتحل. انا هديك الحل مباشره بس مفيش ما يمنع انك انت ترجع لكتب الايه؟ الرياضه وتراجع الحل اللي انا ايه؟ اللي انا كاتبه لك، بس انا مش هختبرك في الحل مش هختبرك في الرياضه انا هنا كورس داينامكس مش كورس ايه مش كورس رياضه بس مفيش ما يمنع انك انت ترجع لكتب الرياضه عشان تشيك على الحل اللي انا ايه اللي انا هقوله لك دلوقتي. اليو اوف دي بتساوي اليو نوت كوزاين اوميجا ان دي زائد اليو توب اوف زيرو على الاوميجا ان ساين اوميجا ان
يعني اذا الحل المعادله التفاضليه هيبقى فيه ساين وفيه ايه كوساين، مجموع الايه مجموع داله ساين زائد داله كوساين. الثابت الخارجي اللي هو هنا في داله الكوساين بيبقى الايه الانيشال ايه ديسبيسمنت، وفي داله والثابت بتاع داله الساين بيبقى الانيشال فيلوستي مقسومه على بارامتر او حاجه انا جديده لسه ما عرفتهاش اللي هي الاوميجا ان، موجود مضروبه في الساين اوميجا ان تي، حيث الاوميجا ان ده ثابت بيساوي جذر ك على ان. تمام يا جماعة؟ عظيم. تعال بقى نوصل الشغل اللي قدامي ده الشغل اللي ايه اللي هناك على الرسم. الكيس اللي هي الكيس الاولانية دي، حد يقدر يقول المعادلة بتاعتها هتبقى ايه؟ اليو بتساوي كام؟ يو دوت صفر على يو دوت صفر بس زيرو على اوميجا ان ساين اوميجا ان اوميجا ان تي. حد يقدر يقول لي الكيس الثانيه دي المعادله بتاعت الديسبيسمنت هتشتغل ازاي؟ يو مود يو زيرو كوساين اوميجا ان تي اوميجا ان تي. حد يقدر يقول لي المعادله الكيس الثالثه هتبقى عامله ازاي؟ هي نفسها السيف يو بتساوي اليو زيرو كوساين اوميجا ان تي زائد اليو دوت زيرو على اوميجا ان ساين اوميجا ان دي. على فكره اليو زيرو انا اسف مش يو نوت، دي يو زيرو يو زيرو اللي هي الانيشن عند تايم زيرو. تمام، تعالوا بقى نعرف الكي اسف الاوميجا ان على الرسم. الاوميجا ان على الرسم المسافه ده هي لما نيجي نحسبها هنلاقيها 2 باي على اوميجا ان. تمام، 2 باي على اوميجا ان ده الزمن اللي هو الدورة الكاملة في الساين أو الكوساين اللي هو 360 درجة بالدرجات اللي هو 2 باي بالتقدير الدائري. فلما الزمن ده التي أشيل التي وأحط مكانها 2 باي على أوميجا إن يبقى الزاوية قيمتها كام في الآخر؟ 2 باي، يبقى هي دي الزاوية زاوية الدايرة الكاملة اللي هي 2 باي. فالمسافة من الصفر للصفر في الساين والكوساين بديهي ان هو هيبقى كام؟ يا 360 درجه بالتقدير درجات يا 2 باي بالتقدير الايه؟ بالتقدير الدائري. الزمن ده بسميه الزمن الدوري. الزمن الايه؟ الزمن الدوري وبسميه تي ان. يبقى تي ان بسميها بالعربي زمن الدورة أو الزمن الدوري، وإنجليش بسميها الناتشرال بيريود. ناتشرال ليه يا جماعة؟
لانها معتمده على بارامترز طبيعيه، معتمده على الاستيفنس ومعتمده على الماس. الماس والاستيفنس يعتبروا ثوابت ايه؟ ثوابت طبيعيه للسيستم بتاعه. فعشان كده انا سميتها الناتشرال ايه؟ الناتشرال بيريود. يبقى الناتشرال بيريود اللي هي تي ال اللي هي بتساوي 2 باي على الاوميجا ان. الاوميجا ان في الحاله ده هي اسمها الفريكوانسي، الناتشرال فريكوانسي. يعني ايه ناتشر فريكوانسي؟ تردد طبيعي، تمام؟ هي عباره عن قيمه الزاويه اللي بتحصل في وحده الزمن. قيمه الزاويه الحادثه في وحده الزمن. الوحدات بتاعتها هنا سكن، لكن الوحدات هنا راديان غير سكن. قيمة الزاوية طبعا بالتقدير الدائري. يبقى انا عندي الناتشرال بيريود دي بالثانية، دي بتساوي الاثنين باي على الاوميجا ان، حيث الاوميجا ان اللي هي جذر كي على ايه؟ على ان. الاوميجا ان بقى هي الاساس، هي بسميها الناتشرال فريكوانسي. دي وحداتها بتبقى راديان بالسكند، ودي التعريف بتاعها هي عدد الايه؟ الزاويه او قيمه الزاويه بالتقدير الدائري اللي بتحصل في وحده الزمن. قيمة الزاوية بالتقدير الدائري اللي بتحصل في وحدة الزمن. بس انا مش فاهم انهي زاوية بالظبط، على الجراف ولا الدورة بتاعة الاهتزاز دي بسميها دورة الاهتزاز. يعني الاهتزاز اللي عندك اللي بيحصل ده واضح ان هو اهتزاز ايه؟ بيحصل في صورة دورية. هيحصل اهتزاز عندك للسيستم بتاعك في صوره دوريه. يعني ايه في صوره دوريه؟ يعني الديسبليسمنت ماكسيمم بترجع للصفر، بترجع ماكسيمم نيجاتيف في النيجاتيف سايد، بترجع للصفر، بتبقى في البوزيتيف سايد ماكسيمم وبترجع للصفر، نيجاتيف ماكسيمم وترجع للصفر، اند سو اون مدى الحياه. تمام؟ الحركه ده هي اللي عندك الديسبليسمنت هنا بتساوي قيمة بعد مليون دورة هتبقى نفس الايه؟ نفس الديسبليسمنت دي، مش هتتغير قيمتها بالظبط. يعني الاستراكشر بتاعك او السيستم بتاعك هيتم يهتز اهتزاز دوري مدى الحياة بامبليتيود ثابت. القيمة القصوى بتاعت الديسبليسمنت دهية بسميها الديسبليسمنت امبليتيود وبسميها اليونت. حيث ديسبليسمنت امبليتيود دهوت هو اقصى اكبر ديسبليسمنت الاستراكشر بتاعي ممكن يتقبلها او يوصل لها او يتعرض لها. يبقى اذا الحركه الاهتزازيه اللي هتحصل عندي في عدم وجود دمي هتبقى في صوره حركه دوريه متكرره. يعني ايه؟ يعني في سايكل بتحصل عندي اهيت، السايكل اهيت من هنا لهنا اهيت، دي سايكل دورة، والدورة دي عملية ايه بقى؟ ايه؟ هتتكرر مدى الحياة، تن مدى الحياة مستمرة في نفس الشكل بتاعها. عشان كده بسمي الحركة ده هي ممكن اسمها سايكليك موشن، حركة سايكليك أو حركة دورية. تمام؟ الحركة الدورية ده هي زي ما أنت شايف الاستراكشر بيبدأ من زيرو ديسبليسمنت لأقصى ديسبليسمنت مثلا في النيجاتيف، لزيرو ديسبليسمنت، لأقصى ديسبليسمنت في الإيه؟ في البوزيتيف، لحد ايه ما يوصل لايه؟ للصفر. يبقى النقطه اللي بدا بيها انتهى ايه؟ انتهى بيه. يبقى دي دوره كامله، دوره حركه كامله. الاقصى ديسبليسمنت بتحصل استراكشر زي ما اتفقنا مع بعض اللي هي اليونت، اللي هي الايه؟ السعه
او الامبليتيود ديسبيسمنت امبليتيود بتاع الاستراكشر اللي هي اليونت اللي هي اكبر ديسبيسمنت الاستراكشر بيظهرها او يتعرض. تمام. الدوره دهيت بتحصل في زمن. تمام ولا مش تمام؟ الزمن ده تمام مفروض يبقى قيمته تي ان بتساوي 2 باي على اوميجا ان. ده اسمه زمن الدورة او الزمن الدوري. تمام. عشان اعرف قيمة الزمن الدوري عشان يبقى لازما الترم اللي داخل الساين او داخل الكوزان يبقى كان يساوي 2 باي. تمام. الزاوية دي تبقى 2 باي. ما هي دي الدورة الكاملة او السايكل الكاملة هي 360 درجة الساين والكوزان هي 2 باي. فلو سويت انا القيمة ده هي ب 2 باي يبقى دي التي هي الزمن الدوري اللي هي هتساوي ايه 2 باي على كام؟ على اوميجا ان. عشان كده انا قلت هنا الزمن الدوري الزمن ده هو هيساوي التي ان اللي هو هيساوي 2 باي على اوميجا ان. وده قيمه الزمن بالثانيه اللي الاستراكشر بيحتاجه عشان يعمل دوره كامله دوره اهتزاز كامله. ممكن الدوره دي تبقى ثانيه ثانيه ونص ثانيتين ثانيتين ونص زي ما تبقى. المهم هي الزمن اللازم ان الاستراكشر بتاعي يعمل دوره اهتزاز كامله يوصل من الصفر للصفر. واحد يقول لي طب ما هنا صفر ليه ما عملتش دي دوره من هنا لهنا؟ لانك انت لو بصيت ديسبيسمنت وفلوست يعني يبدا بديسبيسمنت وفلوست معينه وينتهي بنفس الديسبيسمنت ونفس الفلوست. فلو تلاحظ هنا ديسبيسمنت بصفر وفلوستي ايه بتاعت اهي صح كده. لكن هنا وهنا رجع تاني اهو ديسبيسمنت بصفر والفلوستي كمان في نفس الايه الاتجاه الاولاني اللي هو هنا. لكن هنا الفلوستي اتغير اتجاهه. فانا لازم ابدا بديسبيسمنت تمام وفلوستي معينه وانتهي بنفس الديسبيسمنت ونفس الفلوستي. فعشان كده الدوره بتبدا من هنا وتنتهي. تمام. الفريكوانسي بقى زي ما اتفقنا الاوميجا ان. تعريف الاوميجا ان قيمه الاوميجا ان ثابت هي عباره عن جذر الاستيفنس على الماس جذر كي على ان. هي تعريفها عباره عن ايه؟ تعريفها هي الناتشرال فريكوانسي وهي قيمه الزاويه اللي بتحصل للاستراكشر في وحده الايه في وحده الزمن على اساس ان الدوره دوره الاهتزاز قد ايه؟ 2 باي. دوره الاهتزاز بتعمل كانها بالظبط حركه دائريه بتشتغل ب 2 باي. طيب في حاجه ثالثه كمان. في واحد يقول لي انا مش عاوز انا عاوز الحركه او الفريكوانسي مش عاوزها بالزاويه انا بتلخبط فيها بالزاويه انا عاوزها سايكل بر ايه؟ بر سكند. بسميها هنا الاف ان ودي بقول عليها دي ناتشرال فريكوانسي بس دي بتساوي الوحدات بتاعتها هتبقى سايكل بير سكند عدد الدورات في الثانيه. الاف ان بتساوي كام في الحاله ده هي؟ الاف ان بتساوي اوميجا ان على 2 باي. الاف ان هتساوي اوميجا ان على 2 باي. زي ما بيجي يقول لك مثلا ايه وحداتها على فكره زي ما قلنا سايكل بير سكند اللي هي هرتز. لما يجي يقول لك الشانل دي التردد بتاعها مثلا 200 هرتز يعني هو عاوز يقول لك ان هي 200 سايكل في الثانيه الواحده. اللي الشانل دي التردد بتاعها مثلا 120 هرتز يعني معناها ان في الثانيه الواحده بيحصل في 120 سايكل. يبقى الحركه اللي قدامي دهيت حركه تردديه اللي بتحصل للاستراكشر اقدر اقيسها بالتي ان والاف ان او الاوميجا ان. يبقى التي ان والاف ان والاوميجا ان دي كلها بارامترز بستخدمها عشان اقيس بيها ايه؟ سرعة الاهتزاز اللي بتحصل عني. سرعة الاهتزاز بتاع الاستراكشر. هل الاستراكشر ده بيتهز ببطء
ولا بتهز بسرعه. عشان اقدر اطلع سرعه الاهتزاز ممكن اقيس سرعه الاهتزاز بالاوميجا ان او التي ان او الاف ان. وعلى فكره الثلاثه حاجه واحده، لان ممكن لو انت عارف واحده منهم تجيب الاثنين الايه التانيين، يعني هما مش مختلفين، يعني هما بيجوا من لو انت عارف التي والام تقدر تجيب الثلاثه. والثلاثه بيقيسوا سرعه الاهتزاز بس كل واحد من منظور ايه، من منظور مختلف. فالثلاثه بارامترز اللي عندي التي ان والاوميجا ان والاف ان الغرض منهم ان انا او بيسهلوا لي عمليه ان انا اقيس سرعه الاهتزاز اللي بيحصل للاستراكشر. فمثلا لما التي ان تبقى كبيره ده معناه الاستراكشر بيتهز بسرعه ولا بيتهز ببطء؟ التي ان كبيره معنى كده الاستراكشر بيتهز بسرعه ولا بيتهز ببطء؟ ببطء. طب لو التي ان صغيره معنى كده الاستراكشر بيتهز بسرعه ولا بيتهز ببطء؟ بسرعه. لو الاوميجا ان كبيره يبقى بيتهز ايه؟ بسرعه. ولو الاوميجا ان صغيره ببطء. لو الاف ان كبيره بسرعه. ولو الاف ان صغيره ببطء. تمام كده؟ يبقى انا عرفت كده الاهتزاز بتاع الاستراكشر هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى في صوره دوريه سايكليك مدى الحياه. السعه بتاعه الاهتزاز ديسبيسمنت او الديسبيسمنت امبليتود اللي هو اليونوب هيبقى ثابت ما بيتغيرش من بدايه للنهايه. تمام؟ الاهتزاز هيبقى زي ما انت شايف كده هرمونيك بشكل دوال ساين وكوزاين. الاهتزاز ده هيبقى ليه سرعه، ممكن يبقى اهتزاز بطيء، ممكن يبقى اهتزاز ايه سريع على حسب قيمه الاستيفنس وقيمه الماس بتاعه الاستراكشر. الاستراكشرز الاستيفنس بتاعتها كبيره والماس صغيره تتوقع تتهز بسرعه ولا ببطء؟ الاستراكشرز اللي الماس الاستيفنس بتاعتها كبيره والماس صغيره تتوقع هتتهز بسرعه ولا تتهز ببطء؟ بسرعه. طب الاستراكشرز اللي الاستيفنس بتاعتها صغيره والماس كبيره تتوقع هتتهز بسرعه ولا تتهز ببطء؟ ببطء. يبقى اذا اللي بيحدد مدى سرعه الاهتزاز بتاع السيستم بتاعي السنجل ديجري اوف فريدم سيستم بتاعي اللي بيحدد سرعه الاهتزاز هو ايه؟ هو قيمه الماس وقيمه الايه؟ الاستيفنس اللي هو الجذر كي على ام اللي هي الاوميجا ان اللي هي الاوميجا ان دي اللي هي الفريكونسي. تمام؟ اللي هي كام قد ايه زاويه في الايه؟ في الثانيه. خلي بالك قد ايه زاويه في الثانيه هي نفسها قد ايه دوره في الثانيه. بس خد الايه؟ الدوره 2 باي. الدوره ايه؟ 2. تصور ان السايكل هي 2 ايه؟ 2 باي. فالاثنين ريليتد لبعض زي ما انت شايف الاف ان هي عباره عن اوميجا ان على ايه؟ على 2 باي. ثلاثة الثالث والتي ان 2 باي على اوميجا ان. تبقى الاف ان بتساوي كام من ريلات التي يا جماعه؟ 1 على التي. الله ينور عليك، 1 على التي ان. يبقى اذا الاف ان والتي ان والاوميجا ان في الاخر هما مقاييس لسرعه الاهتزاز بتاع الحركه الاهتزازيه بتاعته. تمام؟ واحد يقول لي بقى في الحياه الطبيعيه هل يعني بيحصل الكلام ده؟ او بيحصل الكلام ده؟ انت لو على النت كده عملت كتبت كلمه فري فايبريشن مثلا وعملت سيرش هتلاقي فيه على اليوتيوب في مباني، بس المباني عشان تحس بالحركه وتشوفها بعينيك وتلاحظها لازم تكون مبنى ايه؟ مرتفع. تبص تلاقي المبنى زلزال حصل. تمام؟ بعد الزلزال ما خلص ايه اللي بيحصل للمبنى؟ تلاقيه مستمر في الاهتزاز. ده مفيش فورس، مفيش اي مؤثر خارجي. لا، هو في الانيشال ديسبيسمنت او الانيشال فيلوسيتي اللي اتعطت للمبنى كافيه ان هي ايه؟ تخليه يحصل له حركه اهتزازيه. بس في غياب الفورسز مفيش فورسز بتاثر عليه. طب هل ممكن نعمل تجارب في الطبيعه يعني الكلام ده؟ ممكن لو الاستراكشر تقدر تديله انيشال ديسبيسمنت او انيشال فيلوسيتي ممكن تتتبع هيحصل له حركه اهتزازيه فعلا
وممكن بالحركه الاهتزازيه ديت تقيس على فكره الكاميرا، ممكن كاميرا بس تكون كاميرا اكيوت يعني تدي فريمز عدد فريمز كبير في الثانيه. فانت ممكن ايه تتتبع تثبت كاميرا على الاستراكشر وتدي له انيشال فيلوسيتي او انيشال ديسبيسمنت وبعدين تسيبه فيبدا الاستراكشر ايه يحصل له زي ما اتفقنا سايكليك موشن حركه تردديه. انا لو معايا كاميرا دقيقه بتقيس فريمات كتيره في الثانيه الواحده اقدر اجيب ارسم الايه الكيرفات اللي انا رسمها على السبوره دي من النتائج اللي انا مطلعها من الكاميرا بتاعتي. بس ساعتها السايكليك موشن لازم الجراف دوت هيتعمله ديكي بقى لازم. ده موضوع الدامبنج لسه ما دخلش فيه لانه لازم اتلخبطناش. انا بتكلم دلوقتي على كيس ستراكشر مثالي مفيهوش دامبنج. انا دلوقتي بتكلم على كيس مثالي بتكلم على منشأ مفيهوش ايه مفيهوش دامبنج. فالحركه التردديه بتاعتي هتبقى مستمره بنفس الديسبليسمنت امبليتيود فور ايفر على طول. طيب السؤال هنا بقى، طب هنا الامبليتود احسبه ازاي؟ انا عندي الحل بتاع اهوت عاوز احسب الديسبليسمنت امبليتود اللي هو اليو نوت. اليو نوت سهل حسابه جدا لو انت مدي انيشال ديسبليسمنت بس. يبقى اليو نوت في الحاله دي هيساوي ايه؟ هيساوي قيمه الانيشال ديسبليسمنت اوتوماتيكلي على طول. لكن لو انت مدي انيشال فيلوسيتي او انيشال فيلوسيتي مع انيشال ديسبليسمنت هتضطر تحسب الامبليتود من المعادله دي. اليو زيرو جذر التربيع اليو زيرو تربيع زائد اليو نوت زيرو على كونجين تربيع. كأنك بالظبط بتقول جذر ايه ساين زائد كوساين جذر التربيعي للثابت مربع الثابت ده زائد مربع الثابت ده. الجذر التربيعي لمربع الثابت ده زائد مربع الثابت. لو انت بصفه عامه عندك داله ايه ساين سيتا زائد بي ساين كوساين سيتا، الداله دي الامبليتود بتاعها اوتوماتيكلي على طول هو عباره عن جذر تربيع ايه تربيع زائد بي تربيع. دي شيء معروف في الرياضه يعني ممكن يثبت رياضي ما فيهوش اي مشكله خالص. داله مكونه من ساين وكوساين الثابت بتاع الساين ايه والثابت بتاع الكوساين بي، يبقى الامبليتيود بتاع الحركه دي او بتاع الداله دي هو جذر التربيع الايه تربيع زائد بي تربيع. الستيفنس مالهاش دعوه بالماس. انا الستيفنس هي متعلقه بالاستراكشر نفسه شكل الاستراكشر نفسه والسايز بتاع الممبرز نفسها كروس سيكشنز نفسها كبيره ولا صغيره. يعني انا لو عندي فريم الارتفاع بتاعه قليل والاسبان بتاعه قليل والممبرز بتاعته الكروس سيكشنز بتاعتها كبيره تتوقع الستيفنس بتاعته تبقى كبيره ولا صغيره؟ كبيره. طب لو فريم الاسبان بتاع الفريم كبير والهايت بتاع الفريم كبير والسايز بتاع الكروس سيكشنز صغير تتوقع الستيفنس تكون كبيره ولا صغيره؟ قليله. الماس بقى مالهاش دعوه بالكلام ده، الماس لها دعوه بالاحمال جرافيتي فورسز او لاترال فورسز المؤثره على الفريم ده. مش وزن المنشأ يعني؟ لا مش شرط يكون وزن المنشأ، ممكن تبقى لاترال لود، فورس تبقى لاترال لود على حسب اللودنج دايركشن اللي انا الفورس مؤثره فيه.
ما هو لاحظوا في نقطه مهمه لازم ناخد بالنا منها، وانا حاولت ان انا اكد عليها في المحاضره اللي فاتت، وهي ايه؟ ان انت لازم او انت بتشتغل دايناميك لازم تبقى عارف اللودنج دايركشن اللي انت شغال فيه. فاكرين الكاميرا اللي انا خدت اول مره خدت اللود كان ايه؟ كان فيرتيكال صح؟ وحسبنا السنجل ديجري فريدم على اساس ان اللودنج دايركشن بتاعه في اتجاه الايه؟ الفيرتيكال. تمام؟ ورجعت لنفس الكاميرا اللي هي اثرت باللود في اتجاه الايه؟ هورزونتال، وعملت له وعملت الكاميرا سنجل ديجري فريدم ثاني عشان امثل بيه الايه؟ الهورزونتال ايه؟ الهورزونتال موشن بتاعت الايه؟ بتاعت الكاميرا. فلازم تبقى انت مركز بيبقى عندك اللودنج دايركشن واحد بس. في موضوع السنجل ديجري فريدم موديلنج اللي عندي ده بيبقى فيه لودنج دايركشن واحد بس، يا فيرتيكال يا ايه؟ يا هورزونتال، واحد بس. فممكن يكون اللود هورزونتال على الفريم صح ولا مش صح؟ اللود الهورزونتال ده هيبقى ليه علاقه كده بالستيفنس؟ ملوش علاقه، ممكن يكون جاي من ويند مثلا، ممكن يكون جاي من زلزال، ممكن يكون جاي دايناميك لود ياثر في اي اتجاه نتيجه اي سبب. يبقى مش شرط ان يبقى في علاقه بين الايه؟ بين الماس والستيفنس، مش شرط. ممكن في بعض الاحيان يكون في علاقه بس مش في كل الكيس، بصفه عامه ما نقدرش ان احنا نربط الاثنين ببعض. اللي بيأثر اكتر بالاهتزاز هو الاستثمار؟ الاثنين مع بعض، جذر كي على ام، يعني الكي مؤثره والماس مؤثره والاثنين لهم نفس الاهميه. كل الاستثمار لو الماس ثابته كل الاستثمار ما زادت، كل اللي ايه سرعه الاهتزاز ما ايه؟ ما زادت. ازاي بقى يا دكتور؟ ازاي الاستثمار سرعه الاهتزاز؟ لان الاوميجا ان هي دي الفريكونسي اللي هي يعني او هي الاف ان، الاف ان في الحاله دي بتساوي كام يا جماعه؟ خلينا سايكل بير سكند، جذر ام على كي صح ولا مش صح؟ الاف ان هتساوي ايه؟ الاف ان اللي هي سايكل بير سكند، عدد الاهتزازات او عدد الدورات في الثانيه، هي عباره عن جذر ام على كي. اسف هي على على 2 باور على 2 باور 1 على 2 باي جذر ك على ايه. خلينا هنا في الاف ان تمام، الماس ثابته والاستيفنس بتزيد، يبقى كل الاستيفنس ما بتزيد الاف ان هيحصل لها ايه؟ هتزيد، يبقى عدد السايكل اللي بتحصل في الثانيه الواحده بيزيد، يبقى الاهتزاز بيبقى اسرع صح ولا مش صح؟ وكل الاستيفنس ما قلت كل عدد السايكلز اللي بتحصل في الثانيه الواحده ما بتقل، وده شيء طبيعي على فكره. يعني انا لو جبت عمود كده تمام مثبته في الفلور بتاع المدرج ده وجيت حاطط كتله على نهايه العمود كويس واديتها انيشال ديسبيسمنت تمام، كل العمود ذات نفسه الاستيفنس بتاعته ما زادت، كل ما هتبص العمود بيتهز اسرع، كل الاستيفنس بتاعت العمود ما ضعفت تلاقي الاهتزاز نفسه السرعه بتاعته ايه؟ اقل، سرعه الاهتزاز بتبقى ضعيفه. يبقى اذا فعلا لو انا ثبتت الماس خدت مثال زي ده خزان ميه مثلا ولا حاجه اهو كده، لو الاستيفنس بتاعتي ضعيفه عدد الدورات اللي هتحصل في الثانيه هيبقى ايه؟ قليل، الاستراكشر هيتهز ببطء. لكن لو الاستيفنس كبيره معايا وعملت له انيشال ديسبيسمنت ايه اللي هيحصل؟ هيتهز بايه؟ بسرعه. يبقى اذا في حاله ثبات الماس سرعه الاهتزاز هتبقى ريليتد للاستيفنس بتاع الاستراكشر، الاستراكشرز بستيفنس كبيره بتتهز بسرعه كبيره، الاستراكشرز بستيفنس قليله بتتهز بسرعه قليله. بتهز بسرعه كبيره بس بزمن قليل. بزمن قليل. الله ينور عليك. وحته ان هي سريعه الاهتزاز يبقى السايكل نفسها هتحصل في ايه؟ زمن ضعيف جدا جدا جدا. بطيئه الاهتزاز يبقى السايكل هتحصل في زمن ايه؟ كبير جدا جدا. تمام كده؟ ونفس الكلام لو انا ثبتت الاستيفنس واشتغلت بالماس تمام؟ الماس الكبيره تعمل ايه في سرعه الاهتزاز؟ تديني سرعه بطيئه. والماس الصغيره تديني سرعه ايه؟ سرعه عاليه.
يبقى اذا سرعه الاهتزاز نفسه سرعه الفري فايبريشن نفسه هتبقى متعلقه تعلق مباشر بالايه بالاستيفنس والماس بتاعه الاستراكشر. ايه يعني انهي الاخر؟ لو انا مثلا الاستيفنس دلوقتي كانت كبيره وده دي بقى ايه؟ هل انا السؤال الاول قبل ما اتجاوب على السؤال هل انا اقدر اتحكم فيها في الاستراكشر بتاعتي؟ في الناتشرال فريكونسي والناتشرال بيريود اقدر اتحكم اغيرهم؟ ما تقدرش تغيرهم طالما الاستراكشر اتعمل وتنفس في الطبيعه ما تقدرش تيجي يمته لان هم خصائص طبيعيه من خصائص الاستراكشر متعلقين بالستيفنس والماس بتاعت الاستراكشر. يبقى كل استراكشر موجود في الطبيعه كده مفروض فيه ناتشرال بيريود ناتشرال فريكونسي ثابتين لا يتغيروا وما اقدرش ان انا العب فيهم وما اقدرش ان انا اغيرهم. تمام؟ هيبقوا مهمين في ايه او هيفيدوني في ايه بعد كده؟ ده ليتر بعد كده واحنا بنشتغل بنعمل الاناليسيس بتاعنا بعد كده تحت تاثير الزلازل وتحت تاثير الاحمال الديناميكيه المختلفه هنلاقي ان لهم اهميه كبيره جدا 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 وان الريسبونس بتاع الاستراكشر فعلا هيبقى معتمد اعتماد كبير جدا جدا على الناتشرال بيريود بتاعته والناتشرال فريكونسي بتاعته. يعني هم هيبقوا مؤثرين في شكل الريسبونس اللي هيحصل للاستراكشر بتاعي تحت تاثير الديناميك مؤثرين جدا جدا جدا. تمام؟ بس الكلام ده بعدين لما نيجي نوصل لايه؟ نعرض الاستراكشر بتاعتنا ونعرض السنجل ديجري فريدم بتاعنا ده لدايناميك فورسز. هتشوف ان هم مؤثرين جدا 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 يعني ان الاهتزاز بسرعه الاهتزاز الحر دي مؤثره جدا 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 في حسابات الريسبونس بتاع الاستراكشرز بتاعتي تحت تاثير الدايناميك فورسز. دكتور لو منشأ مثلا لسه ما اتنفسش بالطبيعه ممكن اقدر بقى اتحكم في والله مش هتقدر برضه يعني ايه؟ صعب انك انت تقدر ليه؟ لان الاحمال اساسا بتبقى مفروضه عليك يعني انت تقدر تغير اللايف لوك؟ لا تقدر تغير الديد لوك؟ لا معايا؟ اللايف لوك اتغير؟ اه بس انا صممت خلاص لا انا بتكلم وانت بتصمم تقدر تغير اللايف لوك؟ الكود بيقول لك استخدم مثلا لايف لوك 200 كيلو على متر مربع مثلا تقدر تغيره؟ تقدر تزوده؟ هيبقى كلام غريب يعني التكلفه هتبقى عاليه هيبقى التكلفه صح؟ يبقى اذا في الغالب انا ما اقدرش اتحكم في ايه؟ في الفريكونسيز في الناتشرال فريكونسي والناتشرال فيريبل بتاعت الايه؟ الاستراكشر اللي انا هصممه لان كل حاجه غالبا بتبقى مفروضه عليا كود بيبقى واضح خد لايف لود بكذا صمم ابعاد العمود كذا صمم ابعاد الكاميرا كذا كل حاجه بتبقى محدده في الكود ومفروض عليك انك تشتغل بيها مش بمزاجك ففي النهايه البرودكت اللي انت بتطلعه بيبقى ليه ناتشرال سرعه اهتزاز حر غصب عنك مفروضه عليك غصب عنك مفروضه عليك في بقى بعض الاستراكشرز المهمه ممكن حضرتك زي انت بتقول كده اتعمد ان انا العب في الديزاين بتاعي عشان ايه؟ عشان اتجنب سرعه اهتزاز معينه مثلا. معايا؟ في بعض الاستراكشرز زي مثلا منشات مهمه كوبري مثلا فانا بعد ما صممت الكوبري وحسبت سرعه الاهتزاز الحر بتاع الكوبري طلع لي رقم كده اول ما شفته اتصدمت. الرقم ده هيسبب لي مشاكل كبيره جدا جدا. وهيخلي الديناميك زي ما هنشرح قدام في المستقبل يعني. وهيخلي الديناميك ريسبونس بتاع الكوبري هيخليه اسود. فيا ريت نغير الرقم ده. فممكن حضرتك تلعب في الديزاين مش على الاحمال بقى غالبا مش في الاحمال. تزود ممبرز جديده تغير الاسبانس بتاعه الفتحات بتاعه الكوبري بغرض ايه بقى؟ انك انت تلعب في الايه؟ في سرعه الاهتزاز الحر بتاع الكوبري عشان تتجنب اللون الاسود اللي احنا قلنا عليه. حته اللون الاسود تلبس اسود او تلبس ابيض ده ليتر بعد كده هن ايه؟ هتفهمه وهتعرف امتى تلبس اسود استراكشر يلبس اسود وامتى يلبس ايه؟ ابيض. ليتر بعد كده هنفهم الكلام بس فعلا في بعض المنشآت المهمه ممكن نريديزاين الاستراكشر عشان ايه؟ نتجنب ايه؟ نتجنب ناتشرال
فيريود معينه او ناتشرال فريكونسي معينه ونبعد عن قيمه معينه بغرض ان احنا نقلل الديناميك ريسبونس بتاع الايه بتاع الاستراكشر. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى ده السبب ان احنا مهتمين بدراسه الاهتزاز الحر بتاع الاستراكشر. إذن لما احنا بندرس الاهتزاز الحر وبندرس ازاي نقيس سرعه الاهتزاز الحر بتاع المنشات بتاعتنا، اكيد ده سبب مهم. يعني احنا ما بنعملش الكلام ده يعني ايه فور ذا سيك اوف ان احنا نضيع وقت او كده، لا، ده عشان سرعه الاهتزاز الحر بتاعه الاستراكشرز مهمه جدا 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 وبارامتر مهم جدا 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 زي ما هنشوف قدام في ان هو يقول لك الريسبونس بتاع الاستراكشر هيبقى عامل ازاي تحت تأثير الديناميك فورسز. الناتشرال سرعة الاهتزاز الحر مهمة جدا 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 زي ما هنشوف بعد كده في تحديد الديناميك ريسبونس بتاع الاستراكشر بتاعك. دكتور يعني انا بصمم المنشأ وبعدين بعد ما اخلص تصميم بعمل الشيء. لا في الغالب ما بعملش كده، انا ما قلتش كده، انا قلت في الغالب بتصممي وخصائص الاهتزاز الحر اللي بتطلع لك بتبقى امر واقع وكفى الله المؤمن وخلاص تصمم عليها وخلاص تحمد ربنا عليها وخلاص. انا قلت بعض المنشات المهمه بعض المنشات الخاصه جدا جدا بعض الكيسز الخاصه البسيطه اللي ممكن الديزاين يتعاد تاني من اول وجديد عشان ايه؟ نغير ايه؟ نغير الديزاين بارامترز عشان ايه؟ عشان يطلع لي سرعة اهتزاز حر مختلفة عن السرعة اللي انا طلعتها في اول مرة. طب ده سببه ايه؟ عشان ايه بغير؟ في سرعة معينة مش عشان السرعة الله ينعم مش في سرعة معينة مش حاببها. طب مش حاببها ليه؟ اكيد لانها هتدي ايه؟ هتخلي الاستراكشر يلبس ايه؟ اسود. فعشان الاستراكشر ما يلبسش اسود اعمل ايه؟ اتجنب الايه؟ سرعة الاهتزاز الحر. اغير الديزاين بارامتر شوية. بحيث ان انا اطلع سرعه اهتزاز ثانيه تكون ايه؟ لطيفه على الاستراكشر. دكتور ممكن بدل ما اغير الديزاين ازود مثلا بناديل او حاجات تمسك المنشأ او المنشأ. ايوه ما هو انا لما بغير ديزاين بضيف ممكن عن طريق اضافه استراكشر ممبرز جديده، فانا لما اضيف استراكشر ممبرز جديده اكيد الاستيفنس بتاعت الاستراكشر هتزيد والماس ثابته، فيبقى انا غيرت الايه؟ غيرت الناتشرال فريكونسي بتاعت الايه؟ بتاعت الاستراكشر. وممكن مش لازم انا اضيف ممبرز، ممكن اصغر الايه؟ الاسبانس بتاعت الايه؟ الاستراكشر، فلما تصغر الاسبانس مثلا او تكبر الاسبانس، لما تكبر الاسبانس او تصغر الاسبانس ايه اللي هيحصل في الاستيفنس؟ غالبا اللعب كله بيبقى في الاستيفنس، ان انا لما ريديزاين الاستراكشر عشان اغير سرعه اهتزاز الحر غالبا بلعب في الستيفنس بتاعت الاستراكشرز في اغلب الاحوال، لان اللودز تقريبا بتبقى ايه؟ بتبقى ثابته ما بتتغيرش، صعب ان انا العب فيها. الا ان في بعض الناس ممكن برضه في خياله يعني في الداينامكس بعد كده لما بس الليتر بعد كده يعني في المرحله اللي هي الجراديوال كورسز والكلام ده كله. ساعات بنضيف ماسس. ساعات بنضيف ايه؟ بنضيف ماسس في الاستراكشر عشان نغير الايه؟ الناتشرال ايه؟ كاركترستكس بتاعت الناتشرال فريكونسي والناتشرال بيريود بتاعت الاستراكشر. ممكن نغير في الماس، نغير في الاستيفنس عشان اغير الايه؟ سرعه الاهتزاز الحر اللي بتحصل بتاعت الاستراكشر. بس ده مش ايه؟ زي ما قلت لكم مش ايه؟ مش يعني مش ده الروتين بتاعنا، لا، الروتين بتاعنا ان احنا نصمم واللي بيطلع خلاص بنشتغل فيه وخلاص. ان انا بقول حته ان انا اغير اعمل ريديزاين عشان اغير الناتشرال فريكوينسيز بتاعت الاستراكشر بتاعي دي حاله يعني نادره قوي في بعض الاستراكشرز الخاصه جدا جدا جدا. تمام يا جماعه؟ طيب
يبقى احنا كده خلاص عرفنا ظريف جدا ان الستراكشرز بتاعتنا اللي هي الاندامبت في حاله الفري فايبريشن بتاع الستراكشرز ديت، عرفنا ان هو الخواص بتاعته ايه وشكل الرسمه بتاعته ايه والمعادلات بتاعته ايه، وفهمنا الخواص كلها بتاعت الايه الفري فايبريشن اندامبت فري فايبريشن. طب في حاله وجود دم بقى ايه اللي هيحصل؟ هنا العنوان بتاعنا هيبقى دامت فري فايبريشن، وزي ما اتفقنا هي دي الحاله العامه ان كل الاستراكشرز بتاعتنا في الحياه لازم يكون فيها دم. الالتزام بتاعتي هتبقى ام في اليو دبل دوت زائد السي في اليو دوت زائد البي في اليو هيساوي صفر. لو قسمت المعادله ديت على ام هيبقى اليو دوت بالظبط زائد السي على الام في اليو دوت زائد الكي على الام في اليو هيساوي صفر. الكي على الام وضع الدبليو ان اوميجا ام سكوير، الكي على الام اوميجا ام سكوير. طيب السي على الام في حاجه اسمها سي كريتيكال، سي كريتيكال بتساوي 2 ام اوميجا ام. ليه كريتيكال؟ هنشرح ليتر بعد كده ليه قيمه الدم دي كريتيكال. في قيمه عنوان كده قيمه علم كده في في في, في السي اسمها سي كريتيكال قيمتها 2 ام اوميجا ايه اوميجا ام. وفي حاجه اسمها دم ريشيو زيتا بتساوي دايما السي على السي كريتيكال، يبقى دي الدم ريشيو ودي كريتيكال دم. يبقى في حاجتين هما تعرفتهم دلوقتي الدم، ايه هما الحاجتين دول؟ ان في قيمه للسي كريتيكال حرجه بسميها سي كريتيكال دي بتساوي 2 ام اوميجا ام، وفي حاجه اسمها دامبنج ريشيو زيتا هي عباره عن السي على الايه؟ على السي كريتيكال. تمام؟ حيث السي طبعا احنا عارفين كلنا ان السي هي الدامبنج كوفيشن. فلازم المصطلحات دهيت التسميات دهيت لازم تكون ايه؟ تاخدوها سي لو قلت لك سي يبقى دي دامبنج كوفيشن. سي كريتيكال دي الكريتيكال ايه؟ دامبنج كوفيشن. كريتيكال دامبنج كوفيشن.
بتساوي كام السي كريتيكال؟ بتساوي 2 ام اوميجا ان. يعني ليه كريتيكال؟ هنشرح الكلام ده ليتر مع بعض ليه هي كريتيكال. بعد كده انا ممكن امثل الدامبنج كنسبه من السي كريتيكال، ما اقولش السي بقى، اقول عن طريق الدامبنج ريشيو الزيتا، اقول الزيتا مثلا 5%. لما اقول لك الزيتا 5% معناها ايه الكلام ده؟ نقوله بالصدق. لما اجي اقول لك الزيتا بتاعه الاستراكشر ده 5% معناها ايه؟ معناها ان السي بتاعه الاستراكشر ده هي اقل من السي كده بتساوي 0.05 في 2 ام اوميجا. صح ولا مش صح؟ ليه؟ لان الدامبنج ريشيو عباره عن سي على السي كريتيكال. يبقى اذا السي الكلام ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان السي بتساوي الزيده في السي كريتيكال. يعني لما اجي اقول لك ان الزيتا 5% معناها ان الدامبنج كوفيشنت بتاع الاستراكشر بتاعي هو عباره عن 0.05 5 على 100 يعني من الكريتيكال دامبنج اللي هو بيساوي 2 ام اوميجا ان. وعشان كده الناس دايما بتحب ان هي تعبر عن الدامبنج بتاع الاستراكشر بدلاله الدامبنج ريشيو مش الدامبنج كوفيشنت. الدامبنج كوفيشنت ده ابعاده الوحدات بتاعته غريبه يعني، وارقامه غريبه ما تحس ممكن ما تحسش بيها. لكن لما اجي اعبر لك عن الدامبنج في صوره الدامبنج ريشيو بتبقى معبره اكتر ومهمه اكتر. فلما اجي اقول لك 5% الدامبنج بتاع المبنى اللي احنا فيه ده 5% معناه ان السي الدامبنج كوفيشن بتاع المبنى ده عباره عن 5 على 100 في الايه كريتيكال دامبنج اللي هو عباره عن 2 ام اوميجا. تمام. يبقى اذا السي على ام ده هي ممكن اخليها زيتا سي كريتيكال يبقى 2 ام اوميجا ان على ام. اشيل السي على ام واحط مكانها الزيتا في 2 ام اوميجا ان على الام. الام هتضيع مع الام هيتبقى ايه؟ 2 زيتا اوميجا ان. وبالتالي المعادله ممكن اقول ان اليو دبل دوت زائد 2 زيتا اوميجا ان يو دوت زائد اوميجا ان سكوير في اليو كل ده بيساوي صفر. يبقى دي معادله الاتزان الديناميكي في حاله وجود الدم. اليو دبل دوت زائد 2 زيتا اوميجا ان في اليو دوت زائد الاوميجا ان سكوير في اليو بتساوي صفر. عرفنا معنى الدامبنج كوفيشنت. ايه الدامبنج كوفيشنت مقصود بيه؟ ايه معنى المقاومة؟ دامبنج كوفيشنت اللي هو ايه؟ الدامبنج كوفيشنت اللي هو ايه؟ تمام سي. قول السي هايف ليه؟ يبقى الدامبنج كوفيشنت اللي هو ليه؟ السي السي اللي هو الدامبنج كوفيشنت. طب الدامبنج ريشيو سي على سي زيتا الزيتا اللي هي عباره عن ايه الزيتا؟ سي على سي كريتيكال. طب الكريتيكال دامبنج كريتيكال دامبنج كوفيشنت كريتيكال دامبنج كوفيشنت عباره عن ايه؟ 2 ام اللي هو 2 ام اوميجا. تمام.
طيب لما اجي اعبر عن المبنى ده واقول لك الدامج في المبنى ده 3%، هل ممكن احسب الدامج كوفيشنت في الدامج كوفيشنت في الحاله دي ولا مش ممكن؟ الدامج كوفيشنت هيساوي كام في الحاله دي؟ 3 على 100 في ايه؟ 2 ام. تمام؟ طيب يا ترى الاهتزاز بقى هيحصل ازاي؟ انا عندي دامج بقى دلوقتي، اديت المبنى ده انيشال ديسبليسمنت، اديته انيشال فيلوستي، اديته الاثنين مع بعض الانيشال ديسبليسمنت والانيشال فيلوستي، يا ترى هيحصل له ايه بالظبط؟ شكل الاهتزاز بتاعه او شكل الفري فايبريشن بتاعه هيبقى شكله ايه؟ على كده نرسمه مع بعض. المحور الرفقي اللي هو الايه؟ الزمن. المحور الراسي الديسبليسمنت. ايه اللي بيحصل؟ حركه اهتزازيه بس ايه؟ ماشي كلامك جميل جدا، بس انت ممكن تختصر الكلام ده بالاصطلاحات اللي احنا قلناها مع بعض. استخدم ايه؟ تقول ايه؟ يو نوت تساوي قيمه ويو دوت تساوي قيمه. ايوه اليو نوت اللي هي ايه؟ اللي زحل كده الفيلوسيتي. ايش الفيلوسيتي؟ اليو نوت اللي هي ايه؟ اليو نوت اللي هي ايه؟ بريشر ديسبليسمنت. ديسبليسمنت امبليتيود. لازم تستخدم دايما تتعود على انك انت تستخدم مصطلحاتك بصوره ايه؟ سليمه. اليو نوت اللي هي ديسبليسمنت امبليتيود. الديسبليسمنت امبليتيود هنا ثابت ولا متغير؟ متغير. بيحصل له ايه؟ بيحصل له ديكي، تاكل، اضمحلال مع الزمن. عشان الدامبنج بيكون الحركه. عشان الدامبنج عائق للحركه. فبايه؟ بياكل الحركه. لحد بعد زمن ما ساعة أو ساعتين أو ثلاثة إيه اللي يحصل؟ الاستراكشر تقريبا يوصل لإيه؟ للزيرو. يبقى إذا وجود الدامج بيعمل تآكل في الإيه؟ في الحركة بتاعة الاستراكشر بتاعه. دكتور هو مش الكي كان بيعمل نفس الفكرة؟ اللي هي إيه؟ بيكمل إزاي؟ لا الاثنين مختلفين، الكي والإم في الحالة الأولانية كانوا بيقللوا ويزودوا الإيه؟ سرعة الاهتزاز. السرعة عدد السايكلز في الثانية. يقللوها ويزودوها. لكن ما كانش لهم تحكم في الايه؟ في الامبليتيود بتاع الديسبليسمنت. الامبليتيود بتاع الديسبليسمنت كان ايه اللي بيتحكم فيها يا جماعة؟ ايوه الانيشال ايه؟ فيلوستي والانيشال ديسبليسمنت. بالقانون اللي احنا قلناه اللي هو جذر ايه؟ جذر التربيعي ليو اوف زيرو تربيع زائد يو دوت اوف زيرو على اوميجا ان تربيع. فكان اللي بيتحكم في سعه الديسبليسمنت في عدم وجود الدامبنج كانت الانيشال ديسبليسمنت والانيشال ايه؟ فيلوستي. كل ما زودت الانيشال ديسبليسمنت او الانيشال فيلوستي او الاثنين مع بعض كل الديسبليسمنت ايه؟ امبليتيود ما ايه؟ ما زاد. كل ما قللت الانيشال ديسبليسمنت او الانيشال فيلوستي كل الايه؟ الديسبليسمنت امبليتيود بتاعك ما ايه؟ ما قل. معلش الموضوع ده هو الداينامكس يعني حته انك انت اوصل لكم الكونسبتس بتاعتها والترمينولوجي بتاعتها والدخله بتاعتها هي اللي صعبه. بعد كده وانس انك انت فهمت الباك جراوند اللي انا بشرحها دلوقتي اللي هي الصعبه اللي هي الجديده بالنسبه لك، بعد كده بيبقى في ابلكيشنز كتيره مش هتحتاج منك اي جهد، انك انت اوريدي بتبقى ايه؟ خلاص الارضيه بتاعتك او الباك جراوند بتاعتك كامله ما فيهاش اي مشكله خالص. فالموضوع بس ممكن يكون صعب شويه عشان كل الحاجات اللي انت تعرفها دي فيرست تايم انك انت تعرفها. بيبقى الموضوع ايه؟ معقد شويه، صعب شويه. وانس انك انت محاضرتين ثلاثه استوعبت الترمينولوجي واستوعبت الباك جراوند دي، بعد كده الشغل بيبقى تطبيقات
بيبقى سهل انك انت تستوعبه بعد كده، مفيش مشكله. وعلى استعداد ان احنا نعيد شرح تاني وتالت وعاشر، مش اي مشكله خالص. عظيم. يبقى اذا الحركه واضح ان بيحصل ديكاي، بيحصل تاكل، بيحصل ادمخلال للديسبليسمنت مع الايه؟ مع الزمن. بس ستيل الحركه لازالت ايه؟ دوريه. الحركه لازالت ايه؟ دوريه سايكليك. الاستراكشر برضك عمال ايه؟ يتهز، سالب موجب سالب موجب سالب موجب، دوري سايكل. تمام ولا مش تمام؟ بس سايكل، السايكل بتاعتي ما هياش الناتشرال بيريود، انا سماها دامبنج بيريود هنا تي دي، الدامبنج بيريود تي دي. وهيبقى هنا على فكره في الاوميجا دي والاف دي. بس نفس زي ما قلنا في الكيس الاولانيه، هيبقى في بيريود، هيبقى في فريكونسي، هيبقى سيركلر فريكونسي وناتشرال فريكونسي وسايكليك فريكونسي. بس ما اقدرش اعبر عنها بالتردد عشان هي متغير. بس ايه؟ ما اقدرش اعبر عن الحركه بالتردد او الاوميجا دي او الاف دي. هي في الغالب دلوقتي كمان شويه هنثبت ان التي دي بتساوي الاوميجا ان. اسف، التي دي هي نفسها التي ان. والاوميجا دي هتبقى تقريبا هي الاوميجا ان على فكره. والاف دي هي الاف ان. بس واحده واحده هنثبت انهم تقريبا حاجه قريبين جدا من بعض. بس خلينا ستيب باي ستيب. الحركه ممكن على فكره تاخد الشكل اللي قدامك ده، وممكن تاخد الشكل كده، ممكن تاخد الشكل يا جماعه. يعني مش شرط في حاله وجود الدامبنج ان الاستراكشر يحصل له اهتزاز. ده ممكن ايه؟ ده ممكن يشده كده، تديله انيشال ديسبليسمنت كده، يقوم ايه؟ ماشي بالراحه بالراحه بالراحه، ويجي راجع لنفس البوزيشن اصله وايه؟ كويس. يا عم عدي الناحية التانية، يقول لك لا مش معدي، والله ما أنا معدي. يبقى الدامبنج هنا مسيطر، مهم، لأن هو ممكن قيمة الدامبنج هي اللي تحدد هل الاستراكشر هيحصل له اهتزاز سايكليك موشن ولا مش هيحصل له سايكليك موشن. الكلام ده بيعتمد على الدامبنج. الفرق بين هنا عدم وجود سايكليك موشن ووجود سايكليك موشن هي الكريتيكال دامبنج. الدامبنج لو أقل من الكريتيكال الموشن بتبقى سايكليك زي ما انت شايف كده. اكبر من الكريتيكال ايه اللي هيحصل في الموشن بتاع الاستراكشر؟ مش هيحصل له سايكليك موشن، هتبقى الموشن في اتجاه واحد بس، والاستراكشر هيرجع لوضعه الاصلي ويقف. على فكره ان كلمه تي دي والدبليو دي والاف دي هي كلمه متغيره اساسا، حاجه ثابته. ما تستعجلش عليها، خلينا الاول فوق. دكتور هو الكريتيكال عارفه بالظبط. ايه؟ الكريتيكال اللي هو الكيرف اللي تحت ده، وده الزيتا باتنين اكبر من الكريتيكال. يعني الكيرفات اللي فوق الكيرف ده كده اكبر من الكريتيكال. الدم كل ما بيزيد الاستراكشر هياخد وقت اطول على ما يرجع للبوزيشن الاصلي بتاعه. تعالى نقدر نعمل مثال، نعمل تجربه. تعالى نعمل تجربه. هات وعاء كده مثلا، وحط استراكشر فيه سمبل استراكشر كانتليفر وفيه ماس، تمام كده، واسحب الايه؟ اديله انيشال ديسبليسمنت. خلي الكريتيكال دامبنج ده في حاله وجود ميه. املى الوعاء ده ميه. يبقى الميه دي هي بتدي اللزوجه المناظره للكريتيكال دامبنج اللي هو 2 ام اوميجا ان. يبقى الاستراكشر هتشده يمين، هتبص تلاقيه يجي راجع تاني البوزيشن الاصلي بتاعه واقف. خد قد ايه؟ خد سنه مثلا. شيل الميه دي اسحبها، حط مكانها زيت. يبقى هنا زودت الدامبنج ولا قللته؟ الكريتيكال الزيتا بتاعته بواحد. لما زودته وحطيت الزيت، الزيتا بقت باتنين.
لما اسحب الاستراكشر 2 سم واسيبه هياخد زمن اطول على ما يرجع للبوزيشن الاصلي ولا هياخد زمن اقل؟ اطول. كل الدمج ما هيزيد عن الكريتيكال كل الاستراكشر ما هياخد ايه؟ زمن اطول انه يرجع لايه؟ للصفر التاني. يبقى ده هي زيتا بتساوي 3. وصلت ولا ما وصلتش؟ يبقى اذا الكريتيكال دامج هو الفيصل بين ان يحصل سايكليك ايه؟ موشن او ان ما يحصلش سايكليك موشن. هو الكريتيكال. انا لو زودت الزيتا عن الكريتيكال ايه اللي هيحصل؟ مفيش سايكليك موشن بس الاستراكشر هياخد وقت اطول عشان يرجع للايه؟ لنقطه الصفر. يو بتساوي صفر. تمام ولا مش تمام؟ فهمت الجزئيه دي؟ هنكتفي كده النهارده وهنكمل المره الجايه ان شاء الله نشوف ازاي نقيس. المره الجايه هنعمل ايه هنا؟ ازاي نقيس الايه؟ انا ما يهمنيش على فكره في الاستراكشرز بتاعتي ما يهمنيش الزيتا بواحد واثنين وثلاثة واربعة لان السيفل استراكشرز بتاعتنا الزيتا بتاعتها بتبقى خفيفة 5% 3% 4%. الحاجات اللي هي الزيتا بواحد واثنين وثلاثة حاجات في الديناميك في الميكانيكي بيعزوها باقسام ميكانيكي. الحاجات اللي هي بتمتص الصدمات والطيارات والصواريخ والكلام ده كله فبيحتاجوا دامبنج عالي جدا. لكن احنا في السيفل استراكشرز بتاعتنا الدامبنج ريشيو بتاعتنا بتبقى ايه؟ اقل من 1 5% و3% و4% بتبقى لايت خفيف. فبيحصل عندنا الاهتزاز سايكليك موشن اللي هي اللي تحت دي. والمره الجايه ان شاء الله المحاضره الجايه هنعرف مع بعض ازاي نقيس الايه؟ سرعه الاهتزاز في حاله وجود الدم. هنقيس ازاي؟